ربما تراجع دوي الانفجارات وخفت حدة القصف المتبادل على خطوط المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا، لكن القتال ما زال مستمرا رغم مضي عدة أيام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كل شيء يوحي بأن تلك الهدنة التي تمخض عنها حوار ثلاثي في موسكو قد ولدت شبه ميتة. وإذا كان مستوى القصف قد انخفض، فإن تراشقاً آخر لم يتوقف منذ إطلاق أول رصاصة في المرحلة الجديدة من حرب إقليم كاراباخ في 27 من الشهر الماضي. يتعلق الأمر بالاتهامات التي لم يكف الجانبان يوماً عن تبادلها. فما مصير اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار؟ وما فرص الاستجابة للدعوات للتقيد به؟ وما خيارات القوى الإقليمية والدولية إزاء هذا الصراع؟ الهدنة تترنح، أما القصف المتبادل فيتواصل بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في كاراباخ. وحسب باكو فإن يريفان خرقت الهدنة واستهدفت قرى وبلدات داخل أذربيجان نفسها، وهو ما تنفيه أرمينيا، وذاك حسب كثيرين إعادة تموضع ميداني لتحسين الوضع التفاوضي للطرفين، أو على الأقل مسعى من كليهما لفرض حقائق على الأرض يغدو من الصعب القفز من فوقها عندما يضطران للتفاوض. يحدث هذا بينما يتهم الرئيس الأذربيجاني أنقرة بالتدخل عسكريا لصالح أذربيجان، داعيا المجتمع الدولي لإدانة ما قال إنه دور تركي يعقد التوصل إلى حل للصراع. هذا الدور لم تنفه أنقرة، بل إن وزير خارجيتها أعاد على مسامع ناظرته السويدية دعم بلاده لأذربيجان خلال المفاوضات وفي ميدان الحرب. ولم يغفل الوزير التركي التنديد بما سماه انحياز المجتمع الدولي لأرمينيا في هذا الصراع. وتدعم تركيا وإن بتحفظ الهدنة التي توسطت موسكو للوصول إليها. ويرى مراقبون أن روسيا تريد القيام بدور أكبر في هذا الملف لقطع الطريق على استفراد تركيا به، وربما تهدف من وراء ذلك إلى إقرار صيغة شراكة حذرة مع أنقرة في الصراع على إقليم كاراباخ على غرار تلك التي تحكم علاقات الجانبين في سوريا. ذلك ما يتحسبه رئيس أذربيجان الذي دعا إلى دور أكبر لتركيا في أي مفاوضات تتعلق بالإقليم، سواء كانت في موسكو أو نظرت فيها مجموعة مينسك. وفي رأي كثيرين فإن باكو نجحت في تحريك ملف كاراباخ إقليميا ودوليا، لقد وضعته على طاولة المفاوضات في وقت تسعى فيه إلى تجميع أكبر عدد من أوراق القوة في يديها للتفاوض على إعادة الإقليم إلى سيادتها. يقول هؤلاء إن جولات القتال حققت نجاحاً كبيراً لصالح الأذربيجانيين الذين باتوا يعتقدون أن القوة قد تعيد ما يعتبرونه حقوقاً تاريخية لهم، وأن على أي مفاوضات أن تقنن ذلك وتمنحه الشرعية لا أكثر. من جانبها تراهن أرمينيا على التعاطف الغربي مع ما تقول إنه قضية عادلة، فهي بحسب روايتها الرسمية عرضة للاستقواء من جانب تركيا، وذلك ما دفع كثيرين إلى إعادة تمحيص الروايات المتناقضة في الصراع على إقليم كاراباخ، حيث يتقاطع ما هو إثني عرقي مع ما هو ديني مذهبي على نحو معقد. تطورات الميدان الأخيرة غيرت قليلا من صورة المشهد. أنقرة تتقدم خطوة في تأييدها لأذربيجان، أما عيون موسكو فعلى جوارها القوقاز برمته، وقد بدأت تعصف به الصراعات الكبرى. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من باكو كمال جعفروف النائب في البرلمان الأذربيجاني. معنا من يريفان ماريان مانوشاريان المحللة السياسية الأرمنية، وينضم إلينا من موسكو يفغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي الروسي. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ معك سيدة مانوشاريان. أين الخلل؟ ما الذي يؤدي إلى كل هذه الخروق في وقف إطلاق النار؟ طبتم مساء وشكرا للاستضافة. في الحقيقة ربما هذا سؤال موجه إلى العنوان الخطأ
لأن وقف إطلاق النار لم يلتزم به حتى بعد دقائق من توقيع اتفاقية الهدنة هذه في موسكو. الأذربيجانيين استمروا في إرسال قذائفهم إلى ستيبانكيرت والمدن الأخرى، فلم يبقى أمام قوات الدفاع الأرمني سوى خيار الدفاع عن أنفسهم ولضمان سلامة سكان إقليم نيغورني كاراباغ. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة الأذربيجانية، وأيضا مستمرة بلغتها العدائية الإبادية وتحاول تغيير الوضع على الأرض. سيدة ماري، وأيضا الطرف الأذربيجاني يتهم الطرف الأرمني بأنه هو من قام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأمام هذه الاتهامات المتبادلة باعتقادك، ما هو وفق وجهة نظرك ما هو مصير وقف إطلاق النار هذا؟ إن الوضع معقد ومتوتر للغاية، فالأمر لا يتعلق بأن أذربيجان تقول شيئا، بل يجب إثبات ما تقول، لأن البلدان الغربية والقوى الكبرى تعرف حقيقة ما يحدث على الأرض. يوم أمس في الشيشان في جنوب روسيا كان هناك نفس الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، جاءوا من أذربيجان ومن سوريا أصلا. إذن هنا نحن إزاء صورة أكبر أو لعب أكبر ومخاطر أكبر لنار. من يستطيع إعادة المارد إلى القمقم، ذلك المارد الذي أطلقته أذربيجان وتركيا سوية لإعادة أحلامهم التي تعود إلى 100 عام لإبادة الأرمن وإزالتهم من هذه المنطقة، وهذا لن يحدث، سوف نستمر في موقفنا. طيب كمال جعفروف، هل أذربيجان تلتزم علنا بوقف إطلاق النار وضمنا تقوم بخرقه كما يقول الطرف الأرمني؟ أولا، إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه من جانب وزيري الخارجية الأرمني والأذربيجاني، أنا أقول أعطيكم مثل. في ليلة 11 من أكتوبر شنت القوات الأرمنية هجوما على مدينة جنجا، ثاني أكبر مدن أذربيجان. الإرهاب الأرمني تناول هذه المدينة ومدن أخرى، ورغم أن يرفان متعمدة تنكر ذلك وأيضا تعطي هذه المعلومات الخاطئة والبيانات الزائفة عن أذربيجان، هم لم يستطيعوا تحقيق أي هدف عسكري، وكانت هجماتهم هذه متعمدة. هم هذه ليست أخطاء، هذه هجمات. ولكن سيد كمال، ألا يدعم يعني هذا الكلام الذي تفضلت به والذي يتحدث عنه الجانب الأذربيجاني أن هناك تقهقرا للطرف الأرمني في هذه المعارك، بالتالي ألا يدعم هذا وجهة النظر الأرمني أو ما يتحدث به الطرف الأرمني عن أن فعلا من يخرق وقف إطلاق النار هو الطرف الأذربيجاني، على اعتبار أنه يحقق تقدم وأن وقف القتال يصب في مصلحة أرمينيا؟ كلا، هذا أمر أنا لم أقل ذلك، أنا قلت فقط أنه في 11 من أكتوبر رغب اتفاق الهدنة، وهم كانوا أول من خرق ذلك الاتفاق، وهذا مثل واضح. في 11 من أكتوبر من الذي قصف وقتل أكثر من 10 من الأطفال والنساء؟ طيب. حتى لا نبقى في يعني هذه الدائرة من الاتهامات المتبادلة سيد كمال، اليوم كان هناك موقف ملفت لرئيس الحكومة الأرمنية الذي قال إنه طالما أن تركيا لن تغير موقفها مما يجري فإن أذربيجان ستستمر في القتال. ما رأيك بهذه القراءة لرئيس الوزراء الأرمني؟ Are you asking this question to me? نعم سيد كمال. في الحقيقة
هذه التصريحات تنم عن نوايا أرمينيا في إشراك قوى إقليمية في هذا النزاع. وعلينا أن نقول إن نحن 7 ملايين شخص وهم مليونان، لدينا أكثر مما نحتاج من القوة العسكرية والموارد البشرية. في الحقيقة هذه المرة الأولى يقوم بها الرئيس الفرنسي، اتهمنا بامتلاك مقاتلين سوريين لكن لم يقدم أي دليل على ذلك. طيب سيد كمال أنا أسألك عن الدور التركي، بحيث تحديدا ما قاله اليوم رئيس الحكومة الأرمنية، رئيس الوزراء الأرمني، عن أن تركيا هي من تدفع في بهذا القتال من جانب أذربيجان. لو ترد على هذه النقطة لو سمحت. نحن حلفاء مقربون من تركيا، لدينا أخوة مع تركيا، ولا يوجد تدخل تركي في النزاع، هم فقط لدينا الدعم المعنوي منهم فقط. كيف لا يوجد تدخل تركي سيد كمال في وقت يتحدث وزير الخارجية التركي يضع شروطا من أجل التقدم في هذه المفاوضات المرتقبة، ويتحدث عن ضرورة الانسحاب الأرمني من هذه المناطق، كيف لا يكون هناك تدخل؟ نعم، إذا أعطينا هذا المثل، وأيضا روسيا قالت كلام مشابه، إيران قالت كلام مشابه حول إحلال السلام، هل هذا يعني أنهم يقاتلون أيضا إلى جانبنا أو أي جانب؟ هذه حكومات تريد للقتال أن يتوقف وتريد لحل تفاوضي. طبعا هم أنتم تريدوننا أن ننسى وطننا، هذا الأمر ينطبق على روسيا وعلى أي بلد، أو على إيران، أو الفرنسيون أنفسهم، الكل سيدافع عن وطنه. إذن هذا مثال خاطئ ومزيف الذي ذكرتموه. طيب. سيد إفغيني سيدروف، روسيا هي من توصلت إلى وقف إطلاق النار هذا، كيف تراقب ما يحدث وما هي فاعلة؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وضيفيك الكريمين. أولا، هذا الاتفاق بطبيعة الحال كان من المتوقع أن يكون هشا، لأنه ما إن تم أو ما إن بدأ العمل بالهدنة حتى بعد مرور ربما أقل من ساعة بدأت الخروقات. هذه الخروقات كانت عديدة وكانت اتهامات متبادلة. روسيا تراقب هذه الهدنة طبعا انطلاقا من المعلومات الواردة من الطرفين. والجدير بذكر أن روسيا لا تريد أن تتدخل في هذا الصراع عسكريا إلى جانب أرمينيا، على سبيل المثال كما توقع وما زال يتوقع الكثيرون، رغم أن هناك اتفاقية عسكرية بين روسيا وأرمينيا وهناك قاعدة عسكرية روسية، إلا أن روسيا تعتبر القوقاز، منطقة القوقاز، وقد أوضح هذا الأمر وزير الخارجية الروسي سيد يفغاني. ولكن الآن نتحدث عن المرحلة المقبلة، يعني هذا اتفاق وقف إطلاق النار هذا واضح أن فيه خروق كثيرة ربما يترنح، كيف ستقدم روسيا، كيف ستتعاطى مع المرحلة المقبلة حتى لا يعود القتال إلى السابق؟ طبعا روسيا ستتعامل مع المرحلة المقبلة انطلاقا ربما من قناعتها بأن هذه الهدنة إذا يعني تم إثبات جدية الطرفين في الالتزام بها في المستقبل، يجب أن تتحول تدريجيا إلى البدء بحوار فعلي وحقيقي حول مستقبل إقليم ناغورني كاراباخ. ولكن السؤال المطروح هنا، يعني من أي مواقع أو انطلاقا من أي وقائع على الأرض سيبدأ هذا الحوار؟ هل يجب أن يعتمد على الوضع السابق لبداية هذا الصراع الأخير، أي حتى 27 من سبتمبر أيلول الماضي،
أم أنه انطلاقا من تلك الأوضاع التي تسود على الأرض مباشرة بعدما تم ربما الإعلان من قبل أذربيجان عن يعني استرجاع أو استرداد كما يقولون عدد من البلدات المحيطة بإقليم ناغورني كاراباخ والتي كانت تشكل حزاما أمنيا حول هذا الإقليم؟ سيدة مارين مانوشاريان، هل أرمينيا في وارد وهل هي مستعدة لوضع كل هذه الأمور الإشكالية على طاولة الحوار والوصول إلى حلول بشأنها؟ إن الحكومة الأرمينية قالت عدة مرات أنها مستعدة للبدء بالمفاوضات بدون أي شروط مسبقة. الشروط المسبقة سمعناها من الطرف الأذربيجاني، وأريد أن أوضح نقطة أن ناغورني كاراباخ اليوم يواجه كارثة إنسانية، ونحن إزاء هذه الكارثة. أريد أن أذكر زميلي الآذري بأنه منذ اليوم الأول لتصعيد هذا النزاع الحرب بدأت بهجوم على ستيفانا جيرت، فالسكان المدنيون الذين يقطنون العاصمة عاصمة. طيب، ولكن سيدة مارين، سيدة مارين، حتى لا نضيع الوقت، أرجوك دعينا نبقى في إطار السؤال الذي طرحته عليك. أنت تتحدثين عن أن الحكومة الأرمينية أعلنت، لو سمحتي، أنت قلتي أن الحكومة الأرمينية قالت منذ اليوم الأول إنها مستعدة للحوار، ولكن الطرف الأذربيجاني يتحدث عن أراضي محتلة، يتحدث عن أن هذه الأراضي أصلا هي من ضمن أذربيجان، عن ضرورة إنهاء الاحتلال الأرمني لها، وهو يتسلح أصلا بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن. بالطبع أستطيع الإجابة عن ذلك، وكنت على وشك الإجابة. اليوم المعركة على الأرض، على أرض إقليم ناغورنو كاراباخ، وليس المناطق المحتلة حولها، بل جمهورية ناغورنو كاراباخ المستقلة. إذن أذربيجان قد تجاوزت الخط الذي ما يسمى بالأراضي المحتلة. إذن من الناحية الفنية التقنية أذربيجان تجاوزت ذلك. سيدة مارين، هذه الجمهورية كما تصفينها ليس معترف بها من أي طرف دولي بما في ذلك أرمينيا. أنا أريد الإجابة، أقول الحكومة الأرمينية مستعدة للتفاوض، لكن لن نتفاوض قبل أن يوقفوا إطلاق النار علينا. الأمر واضح. سيد كمال جعفروف، على ماذا تعول الآن أذربيجان في المرحلة المقبلة في حل هذا الصراع؟ طبعا نحن طبعا التزمنا بالحل السلمي سنوات طويلة لأننا شعب مسالم، لكن على مدى 30 عاما فعلنا ذلك، استمرت أرمينيا في احتلالها. أنا أريد من زميلتي الأرمينية استمرت في الكلام من دون الإجابة عن سؤالكم بشكل مباشر. نحن نريد استعادة أراضينا. عندما تقول أن أرتساخ أو كاراباخ هي إقليم أو جمهورية مستقلة، هذا كذب. ليس هناك بلد في العالم، حتى أرمينيا نفسها تعترف بهذا. لكن سيد كمال، دعني أذكرك بأن حتى أذربيجان يعني تقول أن هذه الأراضي محتلة، ولكنها تعترف بهذا الكيان على أنه طرف ثالث في هذه المشكلة، أليس كذلك؟ في هذه الأزمة. نعم، هذه هي المشكلة، هذا هو الاستفزاز، ولهذا حدث ما حدث.
هم حاولوا تغيير الوضع. عندما وقعنا اتفاقية وقف اطلاق النار في العام 1994 اتفقنا على الصيغة في تلك الفترة لم تتضمن شيء اسمه نيغورنو كاراباخ كبلد مستقل. هم عندما يكررون هذا الكلام هم يستفزوننا، وأيضا حتى في هذه المنطقة يزيدون من هذا الاستفزاز. ولكن في داخل هذه المنطقة سيد كمال هناك أشخاص يعتبرون أنهم أو مواطنين يعتبرون أنهم ينتمون إلى أرمينيا ولا ينتمون إلى أذربيجان، كيف ستتعامل أذربيجان مع هذا الواقع؟ بشكل بسيط، الآن هناك أكثر من 30,000 أرمني يعيشون في أذربيجان، لكن لا يوجد مواطن أذربيجاني يعيش في أرمينيا. هم يميلون إلى سياسة الثقافة الواحدة، نحن نريد جميعا أن نعيش سوية وبسلام. لهذا السبب على الحكومة الأرمينية أن توقف احتلالها ثم نبدأ من وننطلق من هناك. يفغيني سيدروف، إلى أي حد يمكن أن تصل الأمور وتتركها موسكو تصل قبل أن يذهب الجميع إلى طاولة المفاوضات باختصار لو سمحت؟ باختصار شديد، روسيا طبعا يعني موضوعيا لا يمكن أن تسمح بهزيمة أرمينيا الساحقة في هذا الصراع، وبالتالي هي طبعا عندما تتطور الأحداث ربما مستقبلا بهذا الاتجاه فروسيا ستبذل قصارى جهودها للاتفاق مع طرفي الصراع على وقف القتال والانتقال بشكل عاجل إلى مباحثات جوهرية حول الصراع. شكرا، للأسف لم يعد لدينا المزيد من الوقت. شكرا لك من موسكو يفغيني سيدروف الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لمارين مانوشاريان المحللة السياسية الأرمنية من يريفان، ولكمال جعفروف النائب في البرلمان الأذربيجاني من باكو. نهاية الحصاد، إلى اللقاء.